وللمزيد من التفاصيل انضم الينا عبر الهاتف رئيس المركز الاعلامي للمقاومه الوطنيه الاستاذ محمد انعم. مرحبا بك. مرحبا بكم. ماذا يعني القبض على هذه الخليه الحوثيه؟ بالتاكيد هذه ثاني خليه حوثيه يتم الاعلان عن ضبطها من قبل المقاومه الوطنيه. خلال شهرين الشهر الماضي تم الاعلان عن ضبط الخليه، واليوم يتم الاعلان عن الخليه الثانيه التي ترتبط مباشره بالحرس الثوري الايراني وتقوم بتهريب الاسلحه للحوثيين. بالتاكيد هذا انتصار للمقاومه الوطنيه ولشعبنا اليمني، ويعود الفضل ذلك الى امتلاك المقاومه الى اجهزه امنيه على مستوى عالي من الماهيه والاحترافيه، اضافه الى قوات القطر السواحل التي اثبتت خلال فتره وجيزه انها قادره على ان تحمي ان تعمل على حمايه امن البحر الاحمر من الاعمال الارهابيه والتحركات وانشطه الحرس الثوري الايراني في السواحل اليمنيه. لكن بالعموم نستطيع ان نقول ان القليه والتفاصيل التي كشفتها تظهر للجميع مدى تغول الانشطه الايرانيه في جنوب البحر الاحمر وما تشكله من خطر ليس فقط على امن اليمن فقط وانما امن المنطقه بشكل عام. فهذه الخليه وارتباطاتها وتحركاتها، سواء مسؤول الخليه الذي انتقل من صنعاء ضمن ما يسمى بالجرحاء الى داخل ايران وتلقوا التدريبات داخل ايران، وان ضاف الى ذلك يؤكد هذا ان هناك أذرع اصبحت ايران كثيره وانشطه خطيره، وفي ظل غياب واضح للدول المستفيده من امن وسلامه واستقرار البحر الاحمر. استطيع ان اقول هذا نجاح كبير حققته قوات خفر السواحل، حققته شرطه الاستخبارات في المقاومه الوطنيه، وهو لا يستهان، ويؤكد ان هذه القوات ان القوات حراس الجمله والقوات المشتركه بشكل عام اصبحت حاضره بقوه لتحقيق الامن والاستقرار في هذه المنطقه وفي جنوب البحر الاحمر، خصوصا في ظل التمدد وفي ظل الانشطه الخطيره التي نلاحظها مؤخرا والتي ازدادت بشكل لافت. ومن ذلك النشاط التركي، النشاط القطري، النشاط الايراني، وهي انشطه بالتاكيد يجب ان تؤخذ في البال، ويتم الاستعداد لمواجهه هذه الانشطه التخريبيه لانها تستهدف الامن الاقليمي والامن القومي العربي بشكل عام. واذا لم تحقق حضورا في باب المندب وتحول الى قاعده تابعه لها، بالتاكيد ستحاول ان تمارس اعمال ارهابيه، وهذا ما يحتم ليس على القوات المشتركه، يحتم على منتسبي القوات المشتركه مضاعفه جهودهم لمكافحه الانشطه الايرانيه، وفي ذات الوقت على دول التحالف ان تدعم هذه القوات وتسانده، وخصوصا فيما يتعلق بقوات خفر السواحل، فلدينا هناك العشرات من الجزر، وهناك التحركات الكثيره المريبه للحرس الثوري الايراني الذي يتخذ، وقد تكلمنا مرارا وتكرارا ان موانئ الحديده تستخدم عباره عن منافذ يستغلها الحرس الثوري الايراني لتزويد الحوثيين بالاسلحه لقصف الاشقاء في السعوديه وضرب الشعب اليمني وابادته بالاسلحه المحرمه دوليا. واذا لم يتم هناك دعم القوات المشتركه اكيد هناك اغراءات كبيره، وهناك تمدد، وهناك نشاط محموم للثلاثي المرعب ايران قطر تركيا نحو هذه المنطقه الحيويه. واعتقد واكثر اجزم ان الفرصه الان مهيئه لتلعب القوات المشتركه دورا كبيرا في هذه المنطقه، ليس في هذه المنطقه وانما في حمايه وامن الملاحه البحريه بشكل خاص، لانه هذه المنطقه ترتبط بها مصالح حيويه كثير من دول العالم. نعم الاستاذ محمد العم رئيس المركز الاعلامي للمقاومه الوطنيه، شكرا جزيلا لك.